أعزائي طلبة المستوى الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معا شرح مساق الثقافة والصحة النفسية. هنتكلم اليوم عن Healing Practices of Mental Illness، بمعنى إيش الممارسات اللي للشفاء اللي بتتم من قبل الناس حسب ثقافتهم في حالة وجود المرض العقلي أو المرضى العقليين. The different symptoms that arise due to mental illness are viewed by the people as a spiritual, psychological, or somatic in origin. ليفلي 2010. يعني ايش حكى ليفلي؟ منظور وجد انه ينظر الناس الى الاعراض المختلفة التي تنشأ بسبب المرض العقلي على انها بفسروها اشياء روحانية او نفسية او جسدية في الأصل. وهدف مجتمعنا حتى ظاهر إنه دائما بشوف واحد لو عنده مرض عقلي بصير يفسره إنه قد يعتقد إنه عنده جان أو عنده لا أي شيء يفسره اجتماعيا. بيعتقد الناس إنه سبب المرض العقلي هو بسبب يعني شيء روحاني خارق أو شيء مس الشخص. ومعظم الناس وجدوا إنهم يفضلون الممارسات العلاجات التقليدية لمعالجة المرضى العقليين. و70 ل80% من السكان اللي بيصابوا بأمراض عقلية وجدوهم إنه من المناطق الريفية خاصة يلجأوا إلى العلاج اللي هو غير العلاج الطبي، يلجأوا إلى العلاج الديني، التشاور، يروحوا على الممارسات مثلا على السحر على الشعوذة، ويفضلوا انهم يجربوا هذا الشيء. طيب نشوف ناس تانيين ايش حكوا. ثارة اتقال، يعني ثارة واخرون في 98 have also mentioned 8 of 10 mentally ill patients are seen at religious healing centers. ثارة واخرون حكى انه برضو نفس الشيء، انه يمكن كل 9 أعشار او 8 من 10، 8 من اصل 10 مرضى عقليين لازم يكونوا ترددوا قبل ما يلجأوا للمعالج. يلجأوا الى مراكز مثلا مراكز دينية او شيوخ المساجد، او يتجهوا الى مشعوذ، او يتجهوا الى شخص يدعي انه ساحر لاخراج روح. يعني منظورهم انه يكونوا كأنه شيء، يعني شيء روحي او مس او لوثة. وحتى كان زمان تمارس ماجنير حكى انه في الالفين إن لا في 2013 حكى ايش، انه بعضهم كان يتجه الى عمليات. وحكينا في المحاضرات الاولى هذا الكلام، انه منهم من كان يذهب الى ثقب اذنيه معتقد انه في روح شريرة ممكن تطلع من أو يزيلها عن طريق ثقب أذنيه. وبعضهم كان يتجه إلى في القديم يعني كانوا يثقبوا الجمجمة معتقدين أنه الروح بتطلع اللي هي مسكونة في جسد هذا الشخص، ولا يفسروها، وهذا من منظور ثقافتهم المجتمعية، ولا يفسروها تفسير علمي. في الواقع المقولات كثيرة والكلام كثير حول منظور الثقافة للأمراض العقلية، ولكن قدرت منظمة الصحة العالمية WHO أو World Health Organization في 2003 إنه 13% من الأمراض في جميع أنحاء العالم يرجع إلى مشاكل الصحة العقلية. Culture Bound Syndrome أو متلازمة مجموعة الأعراض المرتبطة بالثقافة. هذا المصطلح الكلتشر باوند سيندروم زمان كانوا يستخدموه مرتبط بالثقافة لوصف سلوك أو لوصف ديسترس، ضيق معين أو وصف مرض معين، من منظور ثقافة هذا المجتمع، كيف المجتمع نظر له. والسلوك هذا كان غريب شوية فالمجتمع نظر له نظرة معينة. أما في المنظور الحديث لهذا المصطلح culture bound syndrome، فبيعتبر
إنه المتلازمة المرتبطة بالثقافة موروث ومثير للجدل، يمكن استخدامه لوصف يعني أشكال علم النفس المرضي التي تؤثر على ظهورها ومظهرها ومسارها. العوامل الثقافية للمجتمع المحلي تأثر فيها تأثير قوي، يعني هي ثقافة المجتمع تؤثر. وهنا هي موجودة: The term culture bound was used in the past في الزمان to describe pattern behavior or distress or illness، يعني كان يوصف شكل مرضي. طب ايش صار في المجتمع الحديث؟ ينظروا ايش صار معنا هذا المصطلح culture bound syndrome. In the modern sense the culture bound syndrome is an inherited and controversial term that can be used at present to describe forms of psychopathology. يعني ايش اسباب الامراض النفسية اللي تأثرت بايش؟ بالثقافة المجتمعية. local culture factor extract and especially strong influence، يعني اللي هي في الحاضر بوصف اشكال، يستخدم لوصف اشكال علم النفس المرضي التي تؤثر على ظهورها او مظهرها، اللي هي الامراض هذه او علم النفس، او مسارها. العوامل الثقافية المحلية في المجتمع ولها تأثير قوي. culture bound syndromes in the diagnostic manuals، بمعنى انه يعني بدأت كتب التصنيف العالمي للامراض النفسية وكتب الادمان زي الدي اس ام 5 والدي اس ام 4 قبله، الدي اس ام 5 والاي سي دي 10، بدأوا يهتموا بالثقافة وأثرها في الأمراض النفسية ومنظور المجتمع للأمراض النفسية. الكتب هذه ما كانتش في السابق تنظر للأمر هذا كتير، ولكن حاليا صارت تنظر له واعترفت بأثر الثقافة وأن الناحية الثقافية في اللي هو إيش الأمراض النفسية، وبدوا يشيروا لها على شكل الاضطرابات الخاصة بالثقافة في الـ ICD-10 اللي هي Culture Specific Disorders، اللي هو زي ومنها الذهان العرقية والأشياء هذه. صار ينظر إنه ممكن إنه ثقافة مجتمع معين تؤثر بشكل كبير في الصورة والأعراض التي تظهر في الأمراض النفسية. إذا الثقافة المجتمعية بدأت تأخذ دور وحيز جيد في كتب التشخيص والتصنيف العالمي للأمراض زي الـ DSM-5 وكذلك في ICD-10. بدأت يعتبروها إن الثقافة تشكل الأمراض وتؤثر فيها تأثيرا قويا جدا. importance of culture for psychiatric diagnosis، يعني إيش أهمية الثقافة للتشخيص للأمراض النفسية؟ هل لها أهمية ثقافة الفرد؟ نعم، لأن الثقافة هي التي تعطينا الأعراض التي تظهر على المريض. من يعطي المريض هذه الأعراض؟ ثقافته. كمثال عشان توضح لكم، لما في مجتمع ما يتوفى شخص بيبكوا وبيصرخوا، بينما نرى على الشهيد ماذا يحدث؟ يزغردن النساء. لماذا؟ لأنه ثقافتهم إنه هيروح عند ربنا وعلى الجنة ويسكن الجنة وبختك يا شهيد، فبيصيروا يزغردوا له، بينما ناس آخرين يبكوا لو رأى الأجانب نساءنا يزغردن. طبعا هيستغربوا جدا ويستنكروا ذلك، بينما لأن الصورة بالنسبة لهم إنه يبكوا ويصرخوا. طيب حاجة تانية، المريض شخص مرض هيظهر أعراض معينة. عندنا في مجتمعنا ثقافتنا إيش؟ واحد انفلوز إيش بحكي له؟ أنت بس روح نام لك ساعتين وبعمل له كوباية شاي وليمون، وإنه مفروض هيك ثقافتنا إنه هيتحسن. هذه الخطوة الأولى. ثقافة ناس تانية
انه شخص مثلا عنده انفلونزا، انه ثقافته انه لازم انا امشي واروح اتمشى واستنشق هواء هذا، او عنده ستريس ناخذها من ناحية نفسية، عندنا واحد عنده ستريس وضغط نفسي يعني معناته ينزوي وينام وينطوي. ثقافة الآخرين إنه لا، لازم أمشي وأطلع وأتحرك أخذ هواء نقي، بتحسن. هذا بشكل عام. هناك أيضا اللي هو إيش، أهمية أخرى في التشخيص، منها to avoid mis diagnosis، لما نكون فاهمين ثقافة لتجنب التشخيص الخاطئ. إذا اختلطت علينا الأعراض الثقافية، إذا أنت شفت الأعراض في المثل اللي ضربناه سابقا، إنه ثقافة المجتمع هذا إنه يزغرته، إذا كنت فاهم أنا بساعدني في التشخيص السليم والتفسير، اللي هي التفسيرات المرتبطة بهذه الثقافة في هذا المجتمع. وهنا الأطباء والناس اللي هم بيشتغلوا العاملين في المجال الصحي بيفهموا خطورة حتى الأعراض اللي ظاهرة على الشخص لما يجيهم، إذا كان خطرة شديدة أو خطر أقل. To obtain useful clinical information، مؤكد إنه نحصل على معلومات مفيدة طبية وسريرية لما يكون نايم المريض، ترتبط بإيش، بثقافته وبصفاته وسماته. 3 to improve clinical rapport and engagement، يعني تحسين اللي هو المشاركات والعلاقات السريرية لما نفهم عن المريض ونفهم عن ثقافته ومفاهيمه السائدة اللي هي في مخه ايش بفكر، بفيدنا هذا في التواصل وتسهيل اللي هو النقاش والحوار بيننا وبين المريض. ايضا من ضمن importance of culture for psychiatric diagnosis، يعني اهمية الثقافة للتشخيص النفسي والامراض النفسية، لي نمبر 4 to improve therapeutic efficacy او efficiency، انه طبعا تساعدنا او تساعد لتحسين الكفاءة والفعالية العلاجية. كيف تساعد في الكفاءة؟ لما انت تفهم ثقافة مريض معين، ومؤكد انك بتعالجه بطريقة احسن، يعني لانه وجدوا انه الثقافة بتأثر على فسيولوجية الاضطرابات وفسيولوجية عمل الجسم. واقرب مثل عليها، واحد عنده ديبريشن او عنده ستريس، تعبان نفسيا ومتضايق، شو بيعمل؟ بياكلش. اجى مريض ضعيف فاقد وزنه ما بياكلش، او فتاة ضعيفة فاقدة وزنها وستزيد وزنها. انت فهمك للثقافة انه هي اذا مثلا مطلقة او كانت او متعرضة لشيء يؤثر على فسيولوجية عمل جسمها ورفضها للاكل، انت طبعا بتحسن فعالية العلاج، بتعرف تتعامل مع العلاج. نمبر 5 to guide clinical research او researches، طبعا برضو بتساعدنا على توجيه الابحاث والدراسات، ما يعني الباحثين والدارسين بتساعدهم انه يتفهموا، لما يكونوا فاهمين الثقافة بتساعدهم على الإنجاز والخروج بنتائج أفضل في الأبحاث والدراسات. نمبر 6 بتساعدنا كمان لتوضيح المفاهيم الوبائية الثقافية، ولماذا يختلف منظور الأشخاص في مجتمع واحد لبعض الأعراض مثلا زي الستريس والحاجات هذه، ليش الشخص عنده بيتضايق لدرجة معينة وليش شخص لدرجة أكبر. أيضا من أهمية الثقافة للتشخيص النفسي، إنها بتساعدنا إنه نعرف محددات الخطر الثقافية، يعني لما تظهر ثقافة إيش بيكون في خطر على الأفراد والمجتمع، وبتساعدنا هذه بتكون بعض التساؤلات اللي هي
تعتبر تساؤلات بحثية تدينا نتائج أفضل في البحوث الثقافية. هنستمر في شرح موضوع The Role of Family، دور الأسرة ودور ثقافتها في دعم الصحة النفسية وفي المساعدة في علاج المرضى النفسيين. هل لذلك دور؟ بمعنى هل لو كانت الأسرة ثقافتها تحتضن المريض والشخص المكتئب والشخص اللي عنده ديبريشن أو عنده ستريس أو عنده مشاكل أفضل وتساعد في دعمه أو عنده أي إعاقة نفسية، ولا الأسرة اللي بتتخلى عنه؟ بطبيعة الحال يعتبر دور الأسرة لها دور هام ورئيسي في دعم أي شخص يعاني من أي اضطراب نفسي، وثقافة الأسرة هي التي تحكم. إذا كانت ثقافة الأسرة إنه توفر جو دافئ لحد لأفرادها وتحتضنهم وتدعمهم تعملهم سبورت، فمؤكد إنه هذا له دور وإنعكاس حتى في شفاء المريض. يعني غالبا ما يعتبر دور الأسرة هام جدا، خاصة في الأشخاص اللي لديهم إعاقات ومشاكل نفسية، تعتبر عمل يعني هام ورئيسي، وتساعد في عملية اللي هي إيش الريهابليتيشن بروسيس اللي هي يعني إعادة تأهيل الشخص وإعادته للصحة النفسية. والريهابليتيشن تعريفها to make good use of residual capacity، يعني انه احنا نحاول من هاللي ضل من الشخص ونفسيته اللي تعرض للتحطم وكذا نعيده للتأهيل ولا العمل والفاعلية والمشاركة والنشاط الاجتماعي. لا شك انه دعم الأسرة متوفر في البلدان النامية بشكل اكبر، الفاميلي سبورت which is so easily available in the developing countries، يعني متوفر أكثر لأنه بينهم ترابط. وبين إذا نطلع على مجتمعنا مثلا من الدول النامية، نعترف بالعائلة الممتدة، والجد يهتم بالأبناء والجدة تهتم والأم والأب يهتموا، فطبعا والعم والخال الأسر المترابطة يكون دعمها للفرد يعني أقوى، وتكون يعني سند له خاصة في إعادة تأهيل المرضى النفسيين وإعادتهم إلى النفس السوية السليمة. وجدوا أنه احتضان الأسرة هام جدا للمريض النفسي والذي يعاني من أي اضطراب ويساعد في شفائه. والدول النامية تعمل بشكل أكبر على دعم الأسرة، والدليل على ذلك انه وجدوا 90% من الاشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية بيعيشوا في الدول النامية بين اسرهم ويحتضنهم ويوفروا لهم جو دافئ ودعم وعلاج، بينما في البلدان الاخرى الصناعية والبلدان المتقدمة وجدوا انه نص هذا الرقم، يعني يمكن 45 بس او اقل بيعيشوا معه، وين الاخرين راحوا ودوهم على دور الرعاية وعلى المستشفى المشافي والمناطق. The existence of extended families and kinship network particularly helps the caregiving process. طبعا كلام صحيح، يعني وجود أسرة ممتدة وشبكات القرابة العم الخال والعمة يساعد بشكل كبير وبشكل خاص في تقديم الرعاية الصحية. صح الكلام هذا مش صح؟ صح طبعا، لأنه الدعم من الأسرة والأسرة الممتدة بتوفر سند للشخص وبتساعده على إيش إنه يشفى لو كان مريض نفسي، وتوفر له دعم نفسي ممتاز. إذن الـ existence of extended family مهم جدا لعملية الكير جيفينج بروسيس. هنتكلم على التريتمنت ايشوز او القضايا يعني في العلاج، عند انه ما يكون علاج في الثقافة والصحة النفسية
ايش اشياء لازم نعتبرها ونحطها في خطتنا وفي في عقلنا؟ يعني issues to consider when treating ethnic minority. يعني في حاجات قضايا لازم انه ينتبه لها الانسان عند معالجة الاقليات العرقية. نفترض مثلا البرما المسلمين عايشين بين الكفار وعارفين انهم بيعذبوهم وبقتلوهم، لازم انتبه انه لهذه الناحية، مش انا اتكلم وكأنهم هم اخوياء وكأنهم، يعني الثقافات المختلفة لازم اكون حذر منها وافهمها. Understanding culturally different ways of thinking about illness and expressing thought and illness. يعني بدنا نفهم طريقة تفكير الناس وثقافاتهم المختلفة وإيش منظورهم للمرض، حول المرض كيف بعبروا عن أفكارهم. بيختلفوا من بيئة لبيئة، بيختلف الناس في اللي هو منظورهم للمرض وفي طريقة تعبيرهم عن الأمراض وفي التفسير الصحيح للعلاقات بينهم سواء اللفظية أو غير اللفظية، اللي هي about illnesses and expressing thought about illnesses. النقطة اللي بعدها correct interpretation of non-verbal communication. لازم يكون عندك فكرة إنك كيف تفسر تفسير صحيح اللي هي التعبير اللي هو الجسدي أو الغير لفظي. كيف إيش يعني التعبير الغير لفظي؟ لازم يكون عندك فكرة عن ثقافة الناس في التعبير. كمثال عندنا لما بكون واحد حزين مكتئب بكون شكله كتافه نازلة وسارح ومهموم، وهذا تعبير هذا. أو لما بده مثلا يعبر عن إنه بهجته ويرد السلام كده ويرفع إيده، بينما في الصين مثلا بردوش السلام، بيضموا ايديهم وبينخفضوا او بينحنوا في راسهم. فبدك تعرف انت التفسيرات الجسدية، كيف المنظور، نظرات العين، شكل الجسم، البادي جيستشر، كيف هذه اللي هي الجسد، ايش التفسيرات السليمة للتعبيرات الغير لفظية على شكل الانسان، وطرق التواصل الغير لفظية عندهم، الاشارات. يبقى correct interpretation of non-verbal communication مهم انك تعرف عنها. بدك تعرف كمان عن الاسر في هذه المنطقة وايش دعمها، والاكستندد فاميلي في هذه الاسرة، هل بتدعم ولا بتدعمش، هل بتتخلى عن الشخص عندما يحدث له مرض نفسي ولا بتسانده وبتعززه. حيث اننا مجتمع مسلم والمسلمين عدد كبير في العالم، هنتكلم عن المينتال هيلث اند اسلام. في الدين الاسلامي ما هي الصحة النفسية، والدين الاسلامي كيف ينظر لها وكيف ينظر لها المسلمون. طبعا بحكم انه عدد المسلمين في العالم 1.6 مليار، بمثل 23% من سكان العالم، يعني هذا عدد كبير. فبدنا نشوف منظورهم ايش للصحة النفسية. في الواقع انه الثقافة الاسلامية رائعة جدا اينما كانت، فالمسلمين يؤمنوا بوحدانية الله وبالقضاء والقدر، ومتوكلين دائما على الله ثم على رسوله ثم على المشايخ واهل الخير والصالحين، وهذا يوفر سند كبير للمسلم، سند ودعم نفسي حتى يساهم ذلك في العلاج. يعني قد يصاب شخص بالسرطان وتجد يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما ابتلانا. ويكفي أن نذكر الحديث القدسي عن رب العزة الذي يقول عبدي مرضت ولم تعدني. لم تعدني يعني لم تزورني، ربنا بحكي مرضت وما جيتش تزورني يا عبد. فقال كيف أعودك يا رب وأنت الله رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، لو عدته لوجدتني عنده. فما يعني كيف تشعر بالتوكل على الله انه المريض جنب ربنا؟ هذا قمة التعزيز وقمة الدعم النفسي، وشيء رائع جدا، شيء رائع جدا انه يشعر الانسان ويوفر لنفسه هذا الدعم. وغالبا ما ينظر الى الائمة والقادة
الروحانيين طبعا والمشايخ الصالحين بنظرة جيدة، ويتقبل منهم التعزيز النفسي. يعني عملوا دراسة بعد 11 سبتمبر، هجمات 11 سبتمبر، مع الأئمة للمساجد، كان لهم، وجدوا أن الأئمة لهم دور كبير في تعزيز الصحة النفسية، وأغلبهم أفادوا أنهم يعني قضوا جل وقتهم ومعظم وقتهم في تقديم المشورة إلى المسلمين في ذاك الحدث وذاك المكان. نشوف مع بعض نبذة مختصرة عن الـ Mental Health in Palestine، الصحة النفسية في فلسطين. Individuals living in Palestine face obstacles in daily living and in the access of mental health services that are unique to the Palestinian context. إيش يعني معنى الكلام هذا؟ يعني الفلسطينيين، يواجه الناس في فلسطين يعني عقبات يومية شديدة، وعند حتى في الوصول للخدمات اللي هي الصحية العقلية، مؤكد إنه عندهم نقص وضعف، لأنهم تعرض الفلسطينيين وصمدوا على مدى سنين من سكان الفلسطينيين من نكبة 48، واستمرار للاحتلال وخضوعهم للضغوط النفسية الكبيرة والتهجير والهجرة، يعني أدى لتعرضهم، والنزوح أدى لتعرضهم لأشياء كثيرة ضارة نفسيا، ولكن الحمد لله يتمكن الفلسطينيين من الصمود بإذن الله وباعتمادهم على الله وتوكلهم على الله. والاضطرابات هذه اللي حصلت لهم في حياتهم بتؤدي يعني لرعاية صحية عقلية غير كافية، وطبعا بسبب العوائق، ولكن الحمد لله يعني الصمود من الله والاعتماد على الله. لكن حاليا في تحسن في اللي هي الرعاية الصحية العقلية، وفي مؤسسات منتشرة يعني في فلسطين، وطبعا الحمد لله انه بتعمل بشكل جيد، وبدوا ينتبهوا انه الصحة النفسية لها مردود كبير على الصحة الجسدية. The Ministry of Health is the main provider and regular of mental health services. يعني في غزة وزارة الصحة هي يعني المزود الأساسي للخدمات الصحية النفسية، وبتوفر رعاية صحية في اللي هو إيش، البابليك هيلث سنترز أو الكلينكس، بتكون يعني ممكن بتقدم خدمات، ولكن هي بتحاول توسع بشكل أكبر اللي هو خدمات الرعاية الصحية علشان تحسنها. وزارة الصحة فيها عدة مراكز، وهناك مؤسسات، كما هناك مؤسسات خاصة أيضا تعمل في هذا المجال. إذا كان المريض بيحتاج لتحويل أو بيحتاج لرعاية أعلى، برضو ممكن تحويله والعناية به، ولكن بشكل عام الخدمات يعني أقل مما يقابله الجمهور في غزة والشعب الذي عليه كل الضغوطات. أعزائي الطالبات والطلبة، أرجو أن يكون قد وفقني الله إلى حسن الشرح والتوضيح، فهب بفضل من عنده ورضاه، وأرجو لكم أن يهديكم سبل الرشاد، وأن يهديكم النجاح الباهر بفضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.